الفاجعة يوم صعب، صعب للتفسير وحتى للتذكير. الصعوبة هي بتقعد تفكر هذاك النهار وبالخصوص واحد الساعات قبل ما تبان الحقيقة ديال هذيك البنت واش هي حية ولا ميتة، شيء صعب جدا باش تذكروا باش تقولوا. الحالة اللي عشنا ديك الجمعة وهي بعد العصر، الخروج ديالي من العصر تتلقى الزوجة ديالي في أمام المسجد، فجاتني شيء غريب باش تلقى الزوجة ديالك تتسين في أمام المسجد. قلت لها كانت عليك، قلت لي راه هاجر راه ماتت. كنت سائل كيفاش هاجر ماتت، شنو سالت؟ قلت لي راه العمارة اللي كانت خدامة فيها راه نزلات كاملة. خديت السيارة ديالي وركبت الزوجة، شنو جاية لقينا الطريق محبوس. انا جيت عند هنا عند الاخت ديالي حطيت السياره ورجعت. بعد شفت العماره من الناس اللي يائستوا من الحياه، قلت صافي ماتت الدريه. فالام ديالها تتبكي تقول لك انا راه ضاعت لي بنتي، انا شندير؟ انا في ذاك الوقت تنفكر في الحلول ديال كيفاش تواجه الناس في العزاء، كيفاش تهيئ هذيك المبالغ، كيفاش تصل، يعني الامور الخاصه ديال العزاء بديت تنفكر فيها. والاخوان هنايا الجيران الاصدقاء كل اللي بعد تشابوا لك الحاله كل شيء تيجي يعزي. ولكن واحد اللحظه شي وحدين تيقول لك ودي راه لقاو شي وحدين باقيين على قيد الحياه، وين نبعث هذاك الامل الجميل؟ يعني تتقول يمكن يمكن تكون تايا من هذوك الناس الحيين. وقت هذيك الوقت باش نلقاو هذيك الاخت يخرجوها والاخوان والبنت ديالي، ساعه سبعه ساعات ونص، يعني من تقريبا من 4 ونص حتى ل 11 ونص، يعني ظهر من الزمن، ظهر من الزمن. انا بعدا شخصيا ما بقيتش نقدر نمشي نشوف هذيك الحاله اللي كانت فيها، ما بقيتش نقدر نوقف على رجليا، وليت جالسه قدام الباب. الزوجه حتى هي كانت طاحت شي ثلاث طيحات ولا اربعه ما بقاتش مشات، ولكن بقاو ولاد اختي والاخوان والاصدقاء والحومه تيمشيو. حتى ال 11 ونص وانا خارج بعدا بعيد من هنا اللي انت تستقبل العائله تيجيو، شي تنزل في محطه القطار، شي تنزل تمشي تنجيبهم لان سمعوا لك الحادثه. في الطريق ديالي 11 ونص عاد قال لي راه خرجات وراه حيه، عاد هذاك الامل رجع ليا. وبعد قالوا يا حيه، يعني تصورت انا البنت هذه غتكون يا حيه واخا تكون مقطوع عليها رجلين، المهم راه حيه. اقدار الالهيه وشيء جميل جدا بان ما تصابت حتى بشي حاجه. وذكرتها بواحد، قلت لها احنا سبعه السوايع ونص وحنا تنتمحنوا، شحال داز عندك انت ديال الوقت؟ قلت لي وهذه هي اللي كاينه في الاسلام الجميله جدا وفي القران. قلت لي هذاك الشيء كل شيء داز في ربع ساعه، يعني هي هذيك الفتره الزمنيه وديك المده الزمنيه اللي تنعيشوا احنا سبعه السوايع ونص دازتها هي في ربع ساعه. وانا نتذكر في القران، واخا ما تنحفظش القران ولكن في الاسلام، يوم يسال المرء كم لبيت يقول لبيت يوما او بعد يوم، يعني نهار ولا شويه من النهار. الزمن كامل، الزمن الثاني اللي تتعيشوا فيه الموتى ولا تعيشوا فيه يعني الاخرين، راه قصير جدا بالنسبه لنا حنايا. غادي نفرح، علاش نفرح؟ نفرح لجوج حوايج. واحد الشباب اللي كانوا يقوموا بالاغاثه قبل ما يجيو رجال المطافئ، شباب يعني اجتماعي، وقدم لهم انا من هنا التحيات ديالي، وفيهم الاخوان اللي مصابين شفتهم في المستشفى مصابين، لان قاموا بواحد العمل انساني جبار. ثم نشكر ثاني اهل المطافئ، رجال المطافئ، لان هذيك الحاله اللي تيقوموا بها راه يعني بوسائل، تنكونوا صراحة بوسائل قليله، ما عندهمش وسائل بحال اللي نشوفوا في اوروبا وتنشوفوا التجهيزات وكشي، تيقوموا بعمل يدوي ولكن جبار. ومنهم تحيات ديالي للاخوان ديال رجال المطافئ. انا بعد تنقول كنت انا ما كانش التفاته المولويه غادي نخرج واحد 3 مليون ولا 4 ديال السكانير وديال الريم وديال التصوير في هذاك الشيء، ولكن ما خلونا نديروا حتى حاجه، قال كل شيء هذا الشيء راه من التفاته ديال سيدنا. وفي هذه الحاله اللي تنقدم لسيدنا التشكرات ديالنا، وما نقدش نقول تعبير يخون التعبير باش سميتهم، والاخوان كلهم السلطات حتى هما راه قاموا بالواجبات. حاجه واحده اللي ننبه بها وهي الاخوان المواطنين، لان كانوا ما تيخليوش الاخوان يقوم بالواجبات ديالهم، تيكون واحد الازدحام. وحتى انا سمعت كلام نابئ من بعض الشباب الموجه لرجال السلطه، وكانوا انا نقول لهم من هذا المنبر هذا يحترموا شي شويه الناس في العمل ديالهم، لان احنا مضرورين، ولكن هذوك الناس راه فوق الطاقه ديالهم هذاك العمل اللي تيقوموا به.